قلبي يا ما ظلم كسمة ظلم عبدم قلبي يا ما ظلم كسمة ظلم عبدم أنا مصيري أتألم من المآسي بتعلم إيش نو مجانا ولا سجيبنا ورانا ليش نو مجانا والله برد ولا أنا نصيحنا لأخواتي نصيحنا لأخواتي أصبحت إيد ومساتي وأكبر غلطة في حياتي ما جانا والله بالرهيب بلا أنا يوم جاتني البناية وقال كتير عليا يوم جاتني البناية وقال كتير عليا القول أنا ما عليا أنا ثابتة وأساسية إيه شنو ما جانا ولا سجينا وبلا ليش ما جانا والله بالريت بلا أنا ليش يوم جاتني البناية وقال كتير عليا يوم جاتني البناية وقال كتير عليا القول أنا ما عليا أنا ثابتة وأساسي إيش ما جانا الله بالرقب بلا أنا ليش ما جانا بالرهيد بلا أنا ليش نوما جاء الله 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 بالرهيد بلا أنا ليش نوما جاء إرهام ده حبيب قسانا ليش نوما جاء جرحة ده حبيب قسانا مشاهدي مجموعة غنوات تاسة الفضائية ومتابعي قناة أنغام سحر الموسيقى السودانية السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حلقة جديدة من بيت التراث. يتميز السودان برصيد تراث شعبي تقليدي يسمى بالفلكلور الشعبي. دامت الدلوكة تراث أصيل لا تغيره رياح التغيير الحديث. اليوم في حضرة الغناء الشعبي والدلوكة نرحب بالفنانات الجميلات اليوم داخل الاستديو. مرحب بك وداد. هلا بك إيمان. هلا وهلا بغنات أنغام الفضائية وهلا بكل الزملاء المعي. مرحب بك. مرحب بك سحر كارلوس. هلا بك منهل وهلا بكل الزملاء وهلا بكل التيم العامل. مرحب بك. مرحب بك توتة مشاعر. يديك العافية. هلا وغلا بك يا منهل وبحيي غنات أنغام وبحيي الزميلات الموجودات معي ويديكم العافية. مرحب بك. مرحب بك بسمة حسين. مرحب بك يا منهل ومرحب بكل التيم العامل. مرحب بكم. التراث الشعبي بيضم العادات والتقاليد، بيضم مجموعة من التقاليد الرقص والاحتفالات والمناسبات والأهازيج والفرح. اليوم قبل ما أنا أخش في الحوار حقوم أخذ لحن من وداد. وداد حسمعينا شنو؟ حغني لك يا عيني كفاك ألم وللفنانة زهريمان بحياه من هنا. نعم إن شاء الله تكون بخير. نسمع اللحن ونجي راجعين من جديد. يا عيني كفاك ألم والغرام والريد قسم يا عيني يا عيني كفاك ألم والغرام
يا عيني كفاك اللم الغرام والريد قسم يا عيني أبواب هناي المترعة يا سلسبيل من منبعة يا عيني يا عيني كفاك اللهم الغرام وريد يسم يا عيني آه يا شقا آه يا ضنا وين يا هنا وين يا منى إن يا زمان تجمعنا مرة ببعضنا يا عيني يا عيني كفاك اللهم الغرام والريد يسم يا عيني قول يا زمن جود يا زمن زور القلوب في محلها زيل المصايب حلها راضيها واعرف همها تلقاها سامية في حبها يا عيني يا عيني كفاك اللهم الغرام والريد يسم يا عيني آه يا شقا آه يا ضنا وين يا هنا وين يا منى إن يا زمان ولمنا تجمعنا مرة ببعضنا يا عيني يا عيني كفاك اللهم الغرام والريد يسم يا عيني كفاك اللهم الغرام والريد يسم يا عيني يا عيني كفاك اللهم الغرام والريد يسم يا عيني كفاك اللهم الغرام والريد يسم يا عيني 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 يا الغرام والريد يسم. شكرا وداد الحلة للحن الجميل، وما زلنا نحن قلنا بتميز مجتمعنا السوداني الرصين بعاداتنا الجميلة والسمحة والتراث والفلكلور والدلوكة. طيب وداد، بما انه بديت بيك اللحن حامشي لسحر. سحر، مجتمعنا يعني الدلوكة من عاداتنا الجميلة السمحة، وهي البدت يعني قبل ما يبدأ الآلات الحديثة. أي فئة من الفئات بيستوعبوا الدلوكة؟ والله الدلوكة بجد كل الفئات تستوعبها، لأنه دي اللي بتميزنا، دي بتميز عاداتنا وتقاليدنا وطبايعنا نحن ذاتنا كسودانيين. زمان كان احنا بنسمع بيقولوا الدلوكة اللي جاء عليها، فتصل الدلوكة بقت لجميع الأجناس. توتا، الدلوكة الفئات اللي بيستوعبوها؟ والله الدلوكة هي عامة طبعا، الناس برا بيستوعبوها، لكن داخل السودان طبقة معينة كده، يعني الناس الراغين، الناس الحلوين، الطبقة الراغية، الراغية جدا كمان. الأورجن، الغنى الحديث ده يعني، أو الآلات الموسيقية عندها ناس معينين، والدلوكة عندها فئة معينة، ناس راغين جدا جدا. ناس الدلوكة يعني اللي بيحبوا الدلوكة لحد الآن. اللي هي ممكن نقول الفئات كل الأعمار يعني. كل الأعمار أيوة، بس لكن طبقة معينة كده في المجتمع. ما عايز أقول لك أسماء. سحر بتقول إنه سحر بتقول الجعليين.
هم اساسا احنا كنا بنسمع دي كده قبايل كنا بنسمع أيوة. زمانك يعني بقول لك يعني حتى لو انت فنانه هسه بتغني في حفله ممكن يجوك يقول لك سوي لنا الدلوكه أيوة. انت لما تسمعي الدلوكه دي سيره ايوه صح نسمع راي الدلوكه اكثر حاجه الدلوكه النسوان الكبار بيكونوا حابين انه الدلوكه يكون في حنانهم في حاجاتهم يعني بيحبوا النسوان الكبار حبوباتنا وخالاتنا دي بيحبوا غنى الدلوكه اكثر من الشباب البنات الصغار يعني بلقى انا بالذات بنات هم سودانيات لكن بيكونوا مغتربات يعني بيجوا من برا بيكونوا متشوقين للدلوكه الناس محرومين نسمع راي بس حسنا في كل الجراتك بتحت العريس بيطلبوا دلوكه ايوه فعلا في الجرتك هو عموما ارتبط يعني بالدلوكه من غير الالات الحديثه صح فعلا طيب احنا حنكون واقفين في الجرتق ونسمع يا سحر حسمعينا شنو هسمعكم تراث ان شاء الله طيب وحضر جديده نسمع ونجي راجعين من جديد ان شاء الله طيب وحضر جديده يا ناسنا البريد بتمنى لاير سوى دورو البريد بريد سرورو بتمنى لاير سوى دورو اللوبا نطلب وغورو وعزيم الكل فطورو جيت لينا البريد يتلينا البريد لطي وحضر جديد يا ناسنا عشان بريد أشوفه جالس في السيادة وأشوفه بين أشوفه جالس في السيادة وأشوفه بين انت حنجاب الشهادة والسودة من ولد استفادة يتلينا البريد البريد بريد سرور وبتمنى لايزو قالوا ما نطلب بخور وعزيم الكل فطور يتلينا البريد لطيف وحضر جديد يا ناسنا عشان بريد ان شاء الله طيب وحضر جديد يا ناسنا البريد سحر للحن ما زلنا نحن في حضرة الشعبي والدلوكة طيب وداد بتري انه الدلوكة هي مريحة يعني في الشغل والله انا اصلا يعني الدلوكة عندي اجمل حاجة كويس وبحبها عشان كده بتغنى يعني بكون شغالة بها بمزاج واكتر حاجة بشتغل بها للحنن كويس حنة العروس الاولى
زي ما بيقولوا خالاتنا وامهاتنا بيقولوا السرقه حقت العريس الحنه كويس او برضه حقت العروس، لكن اكثر حاجه بكون شغاله للعريس السرقه بتاعت الحنه. اللي هي دي ما تسمى بالقيدومه يعني؟ بالقيدومه الله يفتح عليك. طبعا احنا بنقول السرقه بتاعت الحنه. الجيل الحديث بيقولوا قيدومه لكن احنا بنقول السرقه بتاعت الحنه. طيب سحر، مريحه ليك الدلوكه من الالات الحديثه؟ وبتفضلي ياتو هل الالات الحديثه ام الدلوكه؟ والله انا بلقى نفسي مرتاحه اصلا في الدلوكه. في الدلوكه احسن من الالات الحديثه؟ والله ما احسن لكن تذوق. تذوق يعني الطلب، الاقبال على الطلب اكثر حاجه بتكون على الدلوكه ولا على انا الألة؟ بشتغل اكثر شيء حديث. حديث لكن لما اكون شغاله شعبي بكون مرتاحه شديد. توتة. انا يا منى بعتبر نفسي فنانه شامله، بشتغل حديث، بشتغل اورجن، بشتغل دلوكه، بشتغل شعبي قاعات، وميالة أكثر حاجة طبعا للشعبي. دي الحاجة المريحة لك. أنا بميل للشعبي يعني بحب كده، لكن أكثر شغلي بتاع الحفلات حديث أورغن، لكن بحب الشعبي جدا جدا. هي تقريبا الدلوكة ارتبطت مثلا زي ما جبالك قالت القيدومة حقة العريس، اللمات اللي بتكون بتحصل يعني من خلال البنات والقعدة في البيت يتلموا مع بعضهم، يعني من غير دخول الآلات الحديثة أو من غير ما يقوموا حفلة بآلات ممكن عادي يعني. زمان ممكن يجيبوا جردل باغة، المهم هي دلوكة دلوكة بيستخدموها في ايوه دي اللي بتكون رعبه بالمناسبه حقت الجردل والدلوكه اللي انت بنات الاهل يعني من غير ما يكون يعني اذا في 3 4 حفلات في بيت المناسبه العريس واحد، لكن 3 4 حفلات حقت الجردل اللي انت قصدها دي والدلوكه دي هي اللي بتطلع اجمل حفله. ايوه لانه بيكونوا كلهم مع بعض يعني مترابطين لما عندهم حريتهم. نعم. عرفت دي حقت بيقولوا البيتوتيه دي حقت العائله والجيران القريبين يلا بياخذوا راحتهم فيها، يعني بتكون فرحه من الاعماق. لكن بعد ذاك لما تجي الحفله البيصيوان والله في صاله بتصوير بكده بيكون فيها شنو؟ انكماش بسيط كده، بيكون فيها ذات اجتهاد. ايوه الزول ما بيكون ماخذ راحته فنانه بالدلوكه وجايه ورابطنا على اساس انها خلاص جايه شغاله المناسبه دي. يقولوا ليها نحن ذاتنا بنشيل مع الكورس، يعني نفس الغنى اللي انت بتغنيها نحن حافظينه. ايوه عادي يلا طيب. بعد مرات فينا الناس براهم بيغنوا، يعني انا لو غنيت قولي مبروك عليك يا نعومه عارفه النسوان الكبار هم ذاتهم بيشيلوا، بتلقي الناس كلها بتشيلها يعني تلقيهم هم ذاتهم براهم بيجوا عليكي وبيقوموا يغنوا نفس الاغنيه، يعني بحبوا الدلوكه شديد. طيب نحن حناخذ لحن من توتا، حسمعينا شنو يا توتا؟ هغني لك تراث الخضار خداري. الخضار خداري، نسمع اللحن ونجي راجعين من جديد. الخضار خداري يا ناس خداري ومن العين بضاري يا ناس. خضار خضاري يا ناس خضاري ومن العين خضاري يا ناس خضاري. الخضار في جروفه يا ناس ما في زول بيشوفه يا ناس. الخضار في جروفه يا ناس ما في زول بيشوفه يا ناس. ما في زول بيشوفه يا ناس إلا القاري حروفه يا ناس خضاري. الخضار جنننا يا ناس الخضار عزبنا يا ناس. الخضار جنننا يا ناس الخضار عزبنا يا ناس. دنسانا هلا يا ناس دنسانا هلا يا ناس إلا بالمحنة يا ناس خضاري. ودلسانا هالليالي ودلسانا هالليالي
غداري للحن وسعيدة بكم من جديد معايا اليوم داخل الحلقة وبيت التراث. طيب برضو عندنا عادات تانية وعندنا حاجات يعني حاجات شعبية بتتواجد عندنا في 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 البيوت. يعني الدلوكة دي زمان كانت حاجة أساسية هي بتتواجد في بيت العائلة. أيوة ولا أسا حاجة أساسية يعني أنت أسأل والعرس بدأ الليلة جو قالوا عندكم مناسبة الليلة عندك مناسبة في البيت أول حاجة بتفكر في الدلوكة. إحنا لو عندنا مناسبة صراحة أول حاجة بنفكر في الدلوكة. بنشتري الدلوكة بنخطها في حتى لو هي في البيت فيه. حتى لو في البيت فيه. في تاني تشتري. بنشتري دلوكة يعني بيكون دي فرحة بس. أيوة. الدلوكة. وأحلى ما أحلى طبعاً دق الريحة بيكونوا قاعدين وهم حافظين بالمناسبة حبوباتنا وعماتنا دي لتر ناس حافظين التراث أظن بيغنوا أحسن مننا. صح. في اغاني مميزه ممكن يعني قديمه بتتغنى بالدلوكه ارتبطت بها مناسبات معينه. ايوه في الاغاني تحت دق الريحه كويس عندنا دق الريحه اكثر حاجه يعني عندها دق الريحه عندها اغنيه محدده او معينه محددة. ايوه بيعملوها بالدينجر بيقولوا بيشغل اسمها دينجر اكثر شيء الناس بيعملوا لدق الريحه دينجر. دينجر طبعا بيجيبوا الطشاطه والقرع والحياه عاداتنا السودانيه دي كلها بتكون قاعده كويس بيقوموا شنو يعملوا بها دق الريحه. يعني انا اكثر حاجه بمشي لدق الريحه بكون شغاله دنجر كويس بمشي بلقى عاداتنا بلقى ناس النبكوت من الحياه دي كلها الحياه التراث كلها الحاجات التراثيه الصغيره. أيوة. طيب وقاعده كده بتاع الجبن والناس دي كلها بتكون قاعده لشنو لدق الريحه. انا قصدي انه يا سحر انه في اغاني معينه ارتبطت بها دق الريحه يعني في اغنيه معينه هي من خلال كلمات اول حان تغنى لدق الريحه. والله بس انا قلت لك ما عارفه لكن زي ما انه مثلا ارتبط عندنا في الجرتيك اللي هو العديل العديل وزي ايوه يقول لك الدنجر جابوه دي دق الريحه بيكسروا فيها العود بتاع الصندل الصندل ايوه عرفتي أيوة. عشان كده اسمه الدنجر كويس بيجيبوا الحاجات كل حاجات التراث حقت السودانيه دي بعد ذاك بجي بشتغل الدنجر ده بيدقوا بيه والريحه في اغنيه اغنيه الصندل الداقينه. طيب دندني لنا منا لو حافظه منا يا توت الصندل الداقينه وعزاي منه جنن العاشقينه وعزاي منه الصندل الداقينه وعزاي منه الصندل الداقينه وعزاي منه جنن الحب انه وعزاي منه من خلال الاغنيه معناها ان احنا مناسباتنا ارتبطوا باغاني والحان معينه. يعني مثلا زي ما قالت هسه توتا انه في الاغنيه بعد تفكير عميق من توتا انه الصندل الداقينه ارتبط بدق الريحه ايوه ايوه
وفي الحنة مثلا بتحت العروس في غنى كتير يعني مختلف، كله فنان عنده غنية خاصة. طيب نحن نجيف هنا ونمشي لبسمة نسمع منها لحن، بسمة حسمعينا شنو؟ حنشتغل سيرة كلمات والحان نور خالد مستر لو التحية في السعودية. لو التحية، إذا نسمع اللحن ونجي راجعين من جديد. ما هو حاسس بعذابي، ما هو عارف السي وشرابي، لسه جاهل يا صحابي. ما هو حاسس بعذابي، ما هو عارف السي وشرابي، لسه جاهل يا صحابي. خايف عليني سحابي يتخرب بيتي وعقابي، لسه جاهل يا صحابي. خايف عليني سحابي يتخرب بيتي وعقابي، لسه جاهل يا صحابي. يا كريم منان يرضح السبي يقول لو عيان يرضح السبي. يا كريم منان يرضح السبي يقول لو عيان يرضح السبي. جاك مني بيان بقرة طب أسنان، جاك مني بيان بقرة طب أسنان يا أخي السبي. الجروح بتروح انت شايل الروح، الجروح بتروح انت شايل الروح، انت شايل الروح بغرامك بوح بوح في السبي. جاهل صغير يا ناس بجوهل انا ناس، جاهل صغير يا ناس بجوهل انا ناس. دايرة جين يا ناس بمشي شيخ كذا باس يا أخي حسبي. يا كريم ميدان يرضح السبي يقولوا لو عيان يرضح السبي. الجروح بتروح وانت شايل الروح، الجروح بتروح وانت شايل الروح، وانت شايل الروح بغرامك بوح بوح حسبي. جاك مني بيان بقرة طب أسنان، جاك مني بيان بقرة طب أسنان يا أخي السبي. يا كريم منان يا أخي السبي قولوا لو عيان يا أخي السبي. قولوا لو عيان قولوا لو مرضى، قولوا لو عيان، قولوا لو مرضى، قولوا لو عيان. يا كريم منان يا أخي حسبي قولوا لو عيان يا أخي حسبي. شكرا بسمة للحن. شكرا لك يا منهل، وأنا سعيدة بجد أن أكون معكم في حتة زي دي الليلة. احنا برضه سعيدين بك والله. تسلمي. سعيدين بك وسعيده بتواجد الفنانات اليوم في بيت التراث. وقفنا وذات وقفنا نحن في الـ في الـ في الاغاني اللي بترتبط بمناسبات معينه، مثلا في دق الريحة قلنا الصندل الداقنه، في الجرتق عندنا عندنا العديل والزين، العديل والزين والرمية. في الجرتق عندنا العديل والزين وفي الرمية برضه. الرمية هي والزين. مهمة انه نبدا بها الرمية حقت بنا بنا بينا يا بنينا. ايوه قبلي حلوة. طيب تاني في كلمات بتتميز بها الدلوكة، يعني مثلا في رقيص العروس، في حنة العريس سيروه في. ايوه طبعا حنة العريس اصلا لما انت تيجي تغني للعريس بتغني له وبتشكر العريس، بتشكر امه بتشكر خالاته. أيوة. نفس الحاله منطبقه على شنو؟ على العروس، يعني برضه بتقوم يشكر العروس في حنة العريس. الشكر بكل العريس فقط. ايوه اصحابه والناس المجاملينه ايوه وجيرانه وكده والعروس برضه صحباته
ايوه بالاخص العروس تكون طالبه جامعيه صاحبتها بكونوا كتار. بالمناسبه الخالات بيزعلوا لما تقوم تغني للعمات الخالات بيقوم يزعلوا ايدين وسريع بيضحكوا للخال العمات ما بيصبروا صبروا وهم ايوه يلا فهمتي وبالاسامي كمان في 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 التمليه هسي طالعه موضه يا منهل انه الوحده لما نيجي عريسها شايفاها يعني اليومين ده الموضه العروس بتمشي للفنانه مثلا اللي عايزه تغني لها بتديها الاسم بتاعها واسم الام واسم الابو واسم الخاله وكده يعني الناس المقربين لها شديد يا تعمل لها اغنيه خاصه بها هي كويس يا اما في 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 غناكي انت الخاصه اللي بتتداوليه تدخل ال ال الاسم الاسم ده. في فنانات كثير يعني عملوا عملوا غنى خاص لعروسه يعني بس بتكون ليله عريسه وخلاص تجي خشبه تسجيل أيوة. في استديو حاجه جميله حاجه حلوه يعني عجباني الحاجه دي انا حلوه. ما هي بتطلبها منك انت بتقول لك انا لا رايك تعمل لي مثلا كده ايوه شكري لي فيها اهلي وكلام ايوه دخلي ابوي اسمه كده ودخلي عمي اسمه كده ايوه حاجه صح. حلوه بالمناسبه بتقعد ليها كده يعني العمر كله ايوه صح. طيب عندنا في في قعدات ثانيه مثلا خلاف انه مناسباتنا عندنا افراح ثانيه يعني عندنا مثلا لما تجي تشكري ليكي زول التنغيه ذاتها بتاعت الكلمات وانت شغاله شكر فيه مثلا لحاجه معينه او انه هو عايز يعمل حاجه زي مثلا عندنا في السيول والامطار زي ما كان حتقوموا تشكروا شباب الحله في في الاصدقاء اللي بيكونوا واقفين مع العريس ديل قاعدين تغنوا لهم كيف وبتشكرون كيف؟ والله صراحة أنا غايته بس بغني لما نجي أشكر للناي بقول العريس يا مطر الرشاسة العريس كده يا بلاش الأخوان يا الأصحاب يا ثاني بقول بغني الليلة يا يمة الجديد تمة الليلة يا يمة ويقفوا أخوانه ويقفوا خيلانه ويقفوا أصحابه ويقفوا جيرانه يلا الغنية دي بقوم بشمل فيها كل الناس بحاول شنو أرضي كل الأطراف فعلا فيها أغاني كثيرة يعني بتقدر ترضي بها الأصحاب الجيران الحبان عزو عزو أهل جو أخوانه جو أصحاب جو يلا أهل جو يا مال التشجيع بيكون دائما من الفنان اللي بتكون عزو يعني بجد هي ذات الغنية دي شدتها جميلة يا سحر حتى الزول اللي بيكون بيغني فيها بتجيه كده حاجه كده زي العريس بيكون فرحان الفتره لما تنتهي الناس بتكون مبسوطه منك صح انت جبت طلعت الناس بتكون مبسوطه منك انا بقول لك في فنانه بالفرحه يعني بقول لك في فنان مزاجي على حسب الناس مثلا الناس زي ناس رقيص وناس هجيج انا بغني لهم حلو الناس زي لو باردين انا بغني لا انت تجي تطرب نفسك بعدين تطرب الناس ايوه صح. طيب انا احنا حنجيب في في العريس بيحرروه اصحابه اول الحاجه هي دايما اهلها. طيب انا احنا حناخد لح من وداد حتغني لنا شنو؟ انا حغني لك تراز جديدك سر جديدك سر لي بالي للعروس للعروس. نسمع اللح ونجي راجعين من ثاني. جديدك سر لي بالي يا يما بالالي اي جديدك سر لي بالي يا يما بالالي يا عروسنا من مقام الدبات يا يما لخلات ما سبات يا يما اي عروسنا من مقام الدبات يا يما اي لعمات ما سبات يا يما اي لخلات ما سبات تسلم اللوم الربات يا يما بالله اي دجاب الصندل بالارطال يا يما إذا جاب المحلو بالقنطار يا يما إذا جاب الصندل بالارطال يا يما إذا جاب المحلو بالقنطار يا يما إذا جاب المحلو بالقنطار إذا سد ماله بالدولار يا يما باللالي اي عروس شخصيه ما تقول لي يا يما وي من هالشخصيه سمحه زي يا يما اي عروس شخصيه ما تقول لي يا يما
اي سحر شخصية سمحة زي ايوة اي عروس شخصية سمحة زي عروسنا قمر الطويل حي ايوة بالليالي اي دجاب الصندل بالارطال يا ايوة اي دجاب المحلب بالقنطار يا ايوة اي دجاب الصندل بالارطال يا ايوة اي دجاب المحلب بالقنطار يا ايوة دجاب المحلب بالقنطار دست ماله بالدولار يا ايوة بالليالي عروس شخصية ما تقول لي يا يوما هوي بسمة شخصية سمحة زي يا يوما أي عروس شخصية ما تقول لي يا يوما أي توتة شخصية سمحة زي يا يوما أي عروس شخصية سمحة زي عروسنا قمر الطويل حي يا يوما بالليالي اي جديد يكسر لي بالي يا يوم بالليالي انا يا يوم انا يا يوم الليل يا يوم انا يا يوم انا يا يوم الليل يا يوم انا يا يوم انا يا يوم انا غامدي يا يوم انا يا يوما الليل يا يوما انا يا يوما انا يا يوما انظر ما عندي يا يوما انا يا يوما هوي بحري يا يوما انا يا يوما ناس الحل يا يوما انا يا يوما انا غامدي يا يوما انا يا يوما شكرا وداد للحن. طيب نحن غنينا للعروس والشكر كان للعروس، بس بلاحظ انه دائما برضو ام العروس او ام العريس هي بتكون شايلة الثقيلة وشايلة الشيلة زي ما بقولوا كلها، والهمة بتكون عليها اذا كان من جانب العروس او اذا كان من جانب العريس. أنا عندي غنية فيها العريس وأمه مع بعض، بتقول العريس السار جين أمبارك ليه هو يا أمه قومي باركي ليه، هاي كلمات وألحان إخلاص التوم. ألف تحية للشعر الجميلة إخلاص التوم من هنا كمان بنحييه، يديها العافية إن شاء الله يا رب. برضه في التراث يعني في الغنية حقت مبروك يا صباح الخير ده عريسنا اللي بعد للميل، فيه في النص شكر للأبو وفيه شكر للأم، ضم الاثنين الأبو والأم. ده أهم حاجة أهم حاجة زي ما بقولوا هما التقيلة ذاتها بتجي فيه يعني إذا كان أم العروس أو أم العريس. أيوة لكن بنعاني في حاجة يعني لو العريس غايته ربنا يعني يهنيهم ويزعدهم كل الناس اللي غنينا لهم والحن غني لهم، ولو العريس امه متوفيه او ابوه متوفي دي فيها معاناه عجيبه بالمناسبه بالنسبه للعريس وبالنسبه لنا احنا ذاتنا كمؤديين يعني فيها معاناه عجيبه. بس دائما بنلقى مثلا اذا كان امه متوفيه بنلقى اذا حبوبته موجوده او خالته اللي هي الخال زي ما بقولوا شريك الوالد يعني دائما بنلقاها هي واقفه يعني في الحاجه. ايوه بس المعاناه هي بتكون موجوده او بتترك اثر للعريس او للعروس بتكون لانه هو بيتمنى في اللحظه دي يا سحر تكون معاه امه، بيتمنى ايوه في اللحظه دي تكون معاه امه ويكون معاه ابوه لو متوفي يعني بيتذكر يعني والله انت حتى لو لحظه صعبه يعني حتى بتغني الفنان ده المفروض الانسان يكون قبل اي شيء طبعا يعني هسه لما يجوا مدخلين عريس امه متوفيه ومشغلين له اغنيه من اغاني الفنان تلال السات عنده اغاني للام حنينه
لما يكونوا داخلين يعني بتشوفي المنظر هم بيبكوا انت ثاني ما حدا يقدر يتغني اظن. ايوه برضو الغنية والله المنظر بيكون صعب شديد. الليله يوم فرحيه يوم دي لو الام متوفيه صعبه يعني جد صعبه. طبعا هي بتكون لحظات صعبه بالنسبه لنا لحظات عموما الزواج انه البيت بتكون مفارقه امها او الولد او اللي هم تاركين بيوتهم ماشيين لمرحله جديده او أيوة. بيت جديد. سحر بما انه انت اتكلمتي في المآسي حنطر الجو شويه وحنسمع منك لحن حتغني لنا ان شاء الله. يا قلبي يا مظلم للاستاذه العملاقه زهرمان ان شاء الله ربنا يرد غربتها جينا سالمة وغانمة يا رب. إذا نسمع اللحن ونجي راجعين من جديد. شكرا سحر للحن يعني أطربتينا. شكرا لك منال حبيبتي. طيب نحن وقفنا في لحظات بتاعت حزن و سحر ترت علينا بأغنية جميلة وحنرجع ثاني شايفة إنه الدلوكة في حد ذاتها هي مدعى يعني الدقة بتاعة الدلوكة هي بتترك لك أثر يعني حتى إنه الزول لو كان جالس بصورة يعني غير متوقعة بقوم بيرقص و والله اكثر حاجه طبعا الناس بتقوم ترقص في السيره بيهجج يعني عارفه انا لما اغني سيره والله العظيم بكون مستمتعه جدا بالنسوان الكبار بالخالات وبالعمات بيجوك بجد كده يعني انت ذاتي بيكون براك بتقولي تدقي زياده يعني بتكوني تدقي بالراحه حتى الرجال يا ولد حتى الرجال هاي بتقولي تدقي بالراحه بقوم شنو يجوك النسوان من هناك بتقومي تدقي شديد بتحسي بالفرحه بجد بجد ايوه فعلا. لكن المزيكا هو نحن بنشتغلها والله عموما هي المزيكا يعني لكن يعني حتى الناس اللي الناس ايوه اذا دخلت الالات الحديثه الاورجا أيوة. وخلافه يعني هي دائما لازم أيوة. تدينا شعور يعني فنحن لازم نقوم نهجج من خلاله فعلا والله يعني الدلوكه كمان عايزه اعرف انتوا كفنانات في الراحه في الراحه بتاعتكم في الايقاعات بتحبذوا انه الدلوكه ممكن يخش معاه ايقاع ثاني ولا ما بيجي الكلام ده؟ والله ممكن بيجي بسمع بيجي انا ممكن اشتغل بورقه ودلوكه في نفس الوقت يا هو ايقاع واحد في نفس الوقت بيديك شغل اجمل شديد كمان بتشتغلي دلوكه أيوة. وورق يكون شغال ايوه يكون شغال وزاد الاورجن الايام دي بيحبوا الشباب الجداد الدلوكه دي بتاعت ناس الكبار امهاتنا أيوة. وكلام زي ده ايوه قبل انا سالت السؤال انه هل الدلوكه ارتبطت بفئه معينه لكن ارتبطت بفئه معينه لكن توتا ارائكم كانت مختلفه انه بسمع اسند على الكلام الجبال أيوة. انه الاورجن عنده فئه معينه صح اللي هم الشباب الجيل القايم القايم ده لكن لغايه ما وجهه نظرنا نحن هسه في شباب كثير من الاولاد الشباب ذاتهم في جيل الاورجنات الهسه طالعه دي بيجوا يشتغلوا شعبي عادي بيحبوا الدلاليب اولاد صغار بيجوا يحبوا الاغاعات الشعبيه دي طيب انا كنت عايزه والله ما قبايل صدقيني انا الموضوع الشعبي اللي هو ما موضه الشباب بيجوا يحببوا شغل الدلوكه يعني هسه يعني عندنا شنباتنا في بحري يعني سبحان الله في حي معين كلهم بيجوا في فكره وجيزه يعني بيجوا فنانين نحن في كل منطقه قاعدين نلقى شباب مثلا شباب عندهم ايقاعات اللي هو دلوكه دربكه اللي هم بيتجولوا يلا نحن الايقاعات عندنا في نطاق الضناك لكل مولات حله كله مسي جزء كبير كان منهم هنا شغالين مختصين دلوكه اي وشنبات معظمهم فنانين واولاد شباب يلا يا سحر نحن ما بنتكلم عن الدو الشغل بنتكلم على المستمعين الجيل المستمعين هاي الجيل القايم الان ما بيحب الدلالي ما انا داير اديك معلومه لو ما انا حبيت الدلوكه ولو ما حبيت الشعبي ما بقوا فنان اغني هم ما فنانين هم مستمعين ايوه صح يعني حبوا الحاجه هم ما بيأدوا هم بيوصلوا الدواء لحن بوصلوا هم كانوا مستمعين ايوه وصلوا لما حبوا الحاجه دي بيجوا هم فنانين لكن هسه بس يلا فعلا الجيل هسه بقى بين الاثنين بيحبوا الشعبي وبيحبوا الحديث يعني انا بقول كلمه حق الاولاد للدلوكه حمش يعني انا بقول كلمه حق برضه استاذ البربري حبب الشباب كلهم في الله ما شاء الله وديك في الغنى الشعبي والدلوكه والاذاعات الشعبيه انت قلتي اجيال قلتي اجيال محدده انا بتكلم عن المستمع انا ما بتكلم عن احنا بنتكلم عن المستمع وبنتكلم عن المتلقي يلا نحن كمان انا ووداد غناك في حاجه معينه انت قلتي الدلوكه هو الشعبي فئة معينة
والله كلهم بيحبوا شباب على الموسيقى 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 المدربات مثل يا انا جيت رجعت لك برضه لك انا قلت لك استاذ البربري حبب الناس حبب الجيل ده احنا بنتكلم عن الاثنين عن المتلقي وعن المستمع اذا احنا هنسمع منك حاجه يا توتا هتسمعينا شنو هتسمعي مني اغنيه تتكلم انت براحتك كلمات والحان شاعر الجميل علي شندي انا بحييه من هنا و... نعم وان شاء الله يعني تعجبكم نعم ليه الفتحيه اذا نسمع الله ونجي راجعين من جديد اتكلم انت براحتك سمحتك اتكلم اتكلم انت براحتك سمحتك سمحتك تسوي كدي والعين متي العين جدي سمحتك تسوي كدي والعين متي العين جدي اللون العزي جدي ما انت في كله انت يا جميل ما قيد مساحتك آمين اتكلم انت براحتك آمين سمحتك الطول والغوام واللون آمين سمحتك انت فيك احلى عيون آمين سمحتك الطول والسماح واللون آمين سمحتك انت فيك احلى عيون تعجبني كما سرحتك انت زول حلو حساس انت زول حلو حساس يلبي الضوي زي المال انت زول حلو حساس قلبي طوي زي الماء لون الدهب ولا ننار لون الدهب ولا ننار كلامك بنقد عسل والحكمة كمان وجاهتك اتكلم انت براحتك آمين سمحتك اتكلم انت براحتك واي مين سمحتك ويا جرحة وسمحتك يا جرحان سمحتك ويا عمادي سمحتك اتكلم انت براحتك واي مين مين واي مين مين واي مين مين واي مين اتكلم انت براحتك شكرا توتا للحن الجميل يديك العافيه ما زلنا نحن في النقاش بتاعنا سحر وتوتا اختلفنا في نقطه معينه انه الفئه اللي بيستمعوا للدلوكه توتا بتقول هي فئه يعني الكبار. الناس الكبار سحر بتقول ما زالت الفكره بتاعت الدلوكه موجوده وممكن تستوعب كل الفئات صح انا وتوتا متفقين في الراي متفقين في يا تنحيا ده الشعبي يا جماعه اللي حابين انه هسه الشباب اللي انت قاصدهم ده اسمه شعبي اللي هي الاغاعات زي هسه احنا اشتغلناها دي اما الدلوك اللي انا قاصده لك دي عندها فيها معينه دي عندها فيها معينه يعني انت كلنا اتفقنا عليها حتى ويدار صراحه انا اصلا الخالات وعمات دي ما نحن تكلمنا فيها براحه الدلوكه دي انا صراحه دي يا جماعه قاعده اشتغل بها في الحنن القيدومه بتاعت العريس تمام دي دلوكتي انا بشتغل بها كده تمام
بشتغل بيها اكثر حاجه دق الريحه، بشتغل بيها الجرتك بتاع أيوة. العريس والعروس أيوة. يعني اكثر حاجه ده الناس اللي بيطلبوني للحاجه دي بكون شغاله جرتك، بكون شغاله قيدومه بتاعت عريس او قيدومه بتاعت عروس. احيانا في عروسات بيقولوا ما دايرين انا دايرين دلوكه يعني بيحبوا أيوة. الدلوكه. نسيتي فئه رقيص العروس كويس ايوه وبس وفي رقيص العروس برضو عرفتي ودق الريحه وبرضه شنو في السمايات وفي الحياه الثانيه دي برضه المناسبات الصغيره صغيره جوا البيت يعني لو لفينا ودينا الدلوكه مطلوبه اكثر من الحديث اي بيحبوا الدلاليك ايوه لكن جيلنا الهسه بيحبوا وبرضه بقول للناس اللي حابين الحاجه دي ديل ناس معينين ما كل الناس ما كل الـ 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 يعني ما كل السودان ناس معينين الحابين الحاجه دي أسأل. طيب الدلوكه عندنا المعروفه اللي هي بال يا كان بالفخار يا كان بالطين ومن فوق على الجلد أيوة. اما اللي هو الطار او الدربوكة او كده هي ايقاع بتدي نفس الايقاع بتاع الدلوكه بس متطوره ايوه في أيوة. في الشكل يعني الدلوكه ذاتها سوري الدلوكه ذاتها اتطورت يعني كانت زمانك يا هو انت قلت شنو اللي هي كان من أيوة. الطين والجلد العادي ايوه يلا هسه بقت فخار عرفتي وبقى بيجوا بدل الجلد ده بيجوا يعملوا الفايبر ده هي ذات الدلوكه بس اتحدثت ايوه ممكن اتطورت. نقول حصل لها تحديث او تطور صوتها بقى اجمل يعني اوضح بسمه اوضح والله هي واضحه لكن في في, في الشغل انت بترتاحي انه ايمن حقته انا بدات بحب الجلد ايوه الجلد حسي ايمن حقته شكل زير طيب نحن الزيره الواحده ايمن حقته شكل زير اللي هو فخار طيب لا زير ما فخار لا ما انا ما قصدي الفخار ذاته هو عاملها شكل زير شكل زير لكن ما الفخار هي ما فيها فخار ما معروف انا ما اعرف اعملها بس اصلا انا زير فخار انا انت ما عامله بالشغله حق الصدف حق الطبل حق الطبل حق الطبل ابي الصدف انت علي ايوه هو عاملها كده حق الطبل ابي الصدف يلا ده فهمي انا دي ما معروف يعني دي برضه حاجه متطوره طيب هعرف من كل واحده فيكم بسمه هل لكن برضه نفس الايقاع بتدي نفس الايقاع بتاع الدلوكه بتدي والله بتوصل احساس الدلوكه والدقه يعني والربه في المناسبه فعلا والله هي بتزيد بصراحه يعني انا بشتغل بتزيد الاحساس يا تفهم الصوت بكون شغاله الدلوكه ومعاي الشعب الباقي الاولاد بيكونوا شغالين معي الجلد متعب في حاجه واحده ان كل ثانيه بيرخي بالذات مع اجواء الصالات التكييف هي الكونديشن كده يلا بترخي سريع لكن انا هسه قصدت عليك والقصد عليك وداد اللي هي يعني بس انت بتشيلها وبتمشي وبتدقي وبتغني ولغايه ما تطلعي لحد ما زابطة. تخلص صراحه انا هسه حاليا انا شغاله هسه بالدلوكه بتحت الطين لكن في شغلي هسه الاساسي عندي دلوكه ثانيه كويس مسويه بالهناي بحديد كده هي اصلا نفس دي الشغله بتاعت الدلوكه هاي لكن شنو متطوره شويه على اساس انه ما تنزل لي وعامله فيها الهناي بتاعت الطار ايوه المقصود انا يلا دي انا شغاله بها هسه حاليا طيب حنتفق انه الدلوكه نعم هي اتطورت بس أيوة. نفس الاحساس نفس بتاع الإحساس الايقاع اللي بنشتغل به وقوة هل طيب انه الدلوكه والجلد والطين بيكتمل الايقاع ولا لا لا يكتم الإيقاع كيف مدام هي أصلا دلوكة يسمع ما بيكتم كيف يكتمه دي على أساس إنه هي بتكون اللي اتطورت بتكون ثابتة ثابتة وخفيفة بس كل دقيقة لازم تسخن وكده بالذات قلت لك في الأجواء الرطبة الباردة إذا نحن وصلنا لختام الحلقة بتاعتنا إلى حنشوف اللحن بتاع الختام بس ما حتغني لنا شنو؟ أنا حشغل لكم يا قلبي الصبر يا قلبي الصبر كلمات الأستاذة زهريمان لا التحية وربنا يرد غربتها بالسلامة من هنا بنقول لها في تحية لك وربنا يردك سالمة غانمة وصلنا لختام الحلقة إلى أن نلتقي في حلقات قادمات نترككم في أمان الله مع السلامة يا قلبي صبر الليلة وده المكتوب مغدر يا قلبي صبر الليلة وده المكتوب مغدر الليلة يا صبر الليلة الدنيا دي الفراقة
المكتوب مسطر